سليم زليب، اهلا بكم كل طلابنا وطالباتنا في ثالثه ثانوي. النهارده بنستكمل معاكم حل الجزء الثاني في الدرس الاول من كتاب برافو. المره اللي فاتت اخذنا حل اسئله الكلمات والسيتياسيو المواقف، النهارده بنبدا في حل اسئله الجرامير. طبعا هحط لكم انا رابط الوصف في الوصف الكلمات وشرح القاعده، هتلاقوهم في صندوق الوصف. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 37. مارك إيسون فرير على بيتانك. مارك وأخيه، هنا بنقول عايزين يمارسوا طبعا لعبة الكرات الحديدية. عشان أنا هنا أختار أخلي بالي دايما من اللي بعد النقط، هنا في على طبعا ما يجيش وراها، هنا قبلها إيم هنا طبعا بيجي وراها أداة المعرفة، براتيك برضو بيجي وراها أداة المعرفة، فو اللي هي فيرب فير بيجي وراها دي اللي هي ادوات التجزئه. طبعا هينفع معانا هنا جوي، فيرب جوي. طبعا هنا هنفكركم بالقاعده، فير بيجي وراها اداه التجزئه، جوي بيجي وراها مشتقاتها، اما افعال التفضيل بيجي وراها اداه المعرفه. جي وباسكت، انا هنا بمارس الباسكت، اخلي عيني دايما على اللي بعد النقط. هنا في او يبقى ما ينفعش فير ولا براتيك، فو طبعا هنا معناه يلزم وانا مش هستخدمه هنا لان هنا فيرب فالوار بيستخدمش غير مع الضمير ايل فقط، ما استصرفش مع الجي. هنا باخد طبعا فيرب جوي. ايل دي فوتبول، هو يمارس الفوتبول. طبعا هنا في بعد النقط اداة التجزئة، يبقى انا هنا هختار فيرب فير. ماكو بين اي موا، انا وصديقتي. نو دي لا دانس، احنا بنمارس الرقص. طبعا هنا انا عندي اداة تجزئة، اداة تجزئة يبقى فيرب فير. طيب كلهم فيرب فير بس انا عايز هنا تصريف مع نو، يبقى في او ان اس طالما في نو. يارا ضل بيسين شاك جور، يارا بتسبح في البيسين كل يوم. طبعا يارا بعوض عنها بال، دايما اي اسم عوض عنه بضمير يبقى هنا فيرب ناجي. تي او بادمنتو افيك تي زامي، انت بتمارس تنس الريشة مع اصدقائك. طبعا هنا بعد النقط في او، يبقى مش هتنفع براتيك ولا براتيكي ولا في، لان هنا فير بيجورات تجزئة. هنا قلنا جو يعني او، جو يعني او، بنعلمها كده. اوكي الادور دي تيرا لارك، طبعا هنا في اداة تجزئة فيرب فير. فيرب فير هنا بنقول هنا الادور هو يعشق فير. طبعا طالما في عندي فيرب مصرف يا شباب يبقى انا لازم اجيب بعده الفعل في المصدر، عندي فعلين هنا في المصدر فير وجوه، طبعا جوه مش هينفع. إليل الدرنيه يعني هو الاخير، ترتيبه الاخير. إيل توجور يبقى هو إيه دايما، بيرد بيخسر ولا بيرد بيخسر بس هنا مع الضمير تي أو جي، غاني يكسب ولا برا يأخذ. طبعا هو بيكون الأخير يعني هو بيخسر دايما، وحختار أول واحدة ده فيرب بيردر، خدنا برضو المرة اللي فاتت وقلنا نحفظ التصريف بتاعه. ميزون فا دالا بيسينا بيجلور بير، يعني هنا اطفالي بيعوموا في البسين مع والدهم. اطفالي يعني عود عنهم بإيل، يبقى هنا إيل ناج، بختار الجمع. لتجور دي لكي، لجوار دي لكيب يعني لاعبين الفريق. فيت سير لترا يعني بيجروا بسرعة على الملعب. طبعا فيرب كورير هنا لجوار دي لكيب يعني برضو إيل، يبقى اختار تصريف كورير مع الايل. نو ديسكي انيفير، هنا احنا بنمارس التزلج في الشتاء، يبقى خلي بالي انا هنا عندي اداة تجزئة، اداة تجزئة يعني دي يبقى فير، يعني جو ما تنفعش اي مي ولا براتيكي. مونيكي بارتيسيب، فريقي يشارك فيه. بوكو كومبيتيسيون يعني في مسابقات كثيرة. طبعا هنا انا عندي قاعدة، اي ظرف من بوكو او السي دي او بلي دي، ده هناخده بعد كده في باقي الوحدات، بيجي بعده يدي يدي ابصرف. هنا هنختار دي لان كومبيتيسيون
مش مبدوءه بحرف متحرك. لتنس سيجو، هنا سيجو يعني التنس تلعب، لكور طبعا بنلعبها سير لكور على الملعب. وفو كيل سبور، انتم بتمارسوا اي رياضه. وفو يعني هنا تصريف فير، فير مع فو. إلا ديغا ألما، إل فيرب متر هو بيرتدي القفازات في اليد، إلا مت. لي في دي يوغا، البنات بيمارسوا اليوغا يعني إل، بناخد فيرب فير مع إل. مهدي نقط دي لا كورس أموتو، هنا في دي لا، دي لا يعني بنختار تصريف فيرب فير عشان في أداة تجزئة. هو بيمارس في بيشارك في الركوب الموتوسيكلات، الجري بالموتوسيكلات. إلى فيجلر نوفيل انترينير، يعني هم بيتدربوا مع مدربهم الجديد. ده فيرب ذو ضميرين وجمع، يبقى إيل سانترين. بنحل صفحة 38. أليكس إي سان فرير، أليكس وأخيه، يعني هنا بنقول إيل جمع. دي فولي بول، هنا بركز بعد النقط في أداة تجزئة. عندي فيرب فير، كلهم فيرب فير، لكن أنا عايزة هنا اللي بيتصرف مع إيل يبقى فو. ال دي سكي على مونتاني، هي بتمارس التزلج على الجبل، هنا بختار فيرب فير مع إل. نو طبعا فيزو، نحن نمارس. وفوفت دي لاناتاسيون، انتوا بتمارسوا السباحة. تي في، يبقى أنا لازم أحفظ تصريف الأفعال كويس. هنا بقول جي دي لا بوكس أو جيمناز، أنا بمارس البوكس في صالة الألعاب. جي في أنطوان لي بالو أجاك، أنطوان هنا ألقى الكرة إلى جاك، هنا أنطوان يعني إيل، يبقى لانس. جي كور، أنا بجري إينوغ بار جور، يعني ساعة في اليوم. إل جو هو يلعب، جو يعني أو، طبعا هنا تينيس هنا مذكر، يبقى هنا بختار او. ادوات التجزئه دي ما تنفعش معايا، انا بتاخد ومعاها فيرب فير اللي بتاخد افعال التفضيل وبراتيكي. لورا في اسكالاد، فيرب فير هنا يبقى لازم اخد وراه اداه التجزئه. طيب هنا اسكالاد مبدوء بحرف متحرك، يبقى هناخد دي ال ابوستروف. مارك في دلتا بلان، هنا هو بيمارس اللي هو الطيران الشراعي، فير بيجي وراها أداة التجزئة، هنا بنختار دي. ماريو جو بيلعب، طبعا هنا جو يعني أو مشتقتها، باسكت بول هنا مذكر، قلنا كل الكرات اللي بتنتهي بمقطع بول كلها مذكر، يبقى هنا بناخد أو. نو ني مو بافيغ، احنا مش بنمارس تيرالار. هنا خلي بالك ما تقوليش هنا في نفي وتروح تختار دي، لا، طالما النفي ما وقعش على فيرب فير نفسه يبقى هنا هتمشي الجملة عادي، هختار أداة التجزئة عادي، هتختار دي عشان تيرا لارك رمي القوس مذكر. إيل جو، جو يعني مشتقتها، بادمنتو مذكر، يبقى هاخد او. مارتا في، طبعا خلي بالي دي يوجا، عندي انا عايز هنا ده التجزئه، مش هختار دي الا بصرف، لان يوجا قلنا بتيجي وراها اداه المعرفه المذكر، وده شرحناه المره اللي فاتت. في تي، انت بتمارس جودو، طبعا هنا خلي بالي ما فيش اختلاف، هنا بس عشان الجمله امريه فهنا قدمنا الفعل على الفاعل، برضو بختار اداه التجزئه عادي، الجودو مذكر، يبقى هقول دي. فو فيت، انتوا بتمارسوا فير يعني أداة تجزئة، بس خلي بالي ناتاسيو مؤنث، يبقى دي لا. جيني في با، هنا جملة بقى ايه منفية، خلي بالي منفية يعني فيرب فير هو اللي وقع عليه النفي، يبقى هنا أداة التجزئة هتتحول لدي أو دي أبوستروف، يبقى هنا دي. بور فير، عشان نمارس اسكالاج في على مونتاني، هنروح نتسلق الجبل، طبعا هنا أداة تجزئة دي إلا بصرف. الفي، هنا الجري على الأقدام، يبقى هنا بنقول دي لا عشان مؤنث. بنحل صفحة 39. نوجو، احنا نلعب هنا الركبي، هنا الركبي مذكر فبنقول او.
لا بوكس ايه تاني سبور، بخلي بالي هنا البوكس هي رياضة، انا بوصف هنا ان سبور يا جماعة، نخلي بالي. لا بوكس ايوه مؤنث، لكن هنا انا بقول ايه تاني سبور، هنا انا بوصف رياضة، رياضة مفرد مذكر، يعني انا هنا عايز صفة مذكر. عندي فيولو مذكر، فيولونت اللي هي عنيفة مؤنث، كالم هي رياضة مش هادئة طبعا ما تنفعش معايا، كولكتيف مذكر ايوه بس هي دي مش رياضة جماعية، يبقى هنا البوكس عشان رياضة فردية ما تنفعش هنا، يبقى هنقول هنا ايتان سبور فيولا هي رياضة عنيفة. ابزواد ام بالو بورفير دي فوليبول، هو محتاج لي الكرة الكبيرة عشان يلعب الفولي، خلي بالي هنا فيرب افوار ده تعبير على بعضه، افوار بزوان دي اللي هو معناه يحتاج الى، هنا فيرب افوار مصرف مع ايل يا جماعة، يعني تي ما تنفعش، ايل الجمع هنا ما تنفعش، فو ما تنفعش، ما فيش ايل، في زيها او بتساوي ايل، يعني انا هختار هنا او، اوكي؟ طيب انترينير اي سومبا، طبعا هنا بنقول المدرب ده لطيف، مدرب هنا مذكر مبدوء بحرف متحرك، يعني هختار ست. لي كاراتيه ايتان سبور، برضه نفس هنا اللي فوق، سبور هنا مذكر، كاراتيه رياضة انديفيديال فردية ولا هنا طبعا فردية بس مؤنث، هنا جمع مذكر هنا جمع مؤنث، لا هي ان سبور بوصف كلمة مفرد مذكر. بورفير عشان نمارس سيكليزم، الفوام فيلو عشان نمارس السيكليزم اللي هركبه دراجات بيلزمنا العجلة، انا هنا في فيرب فير، يعني انا خلاص كده اتعودت، فير يعني دي مشتقاتها، سيكليزم مذكر يبقى دي. جوفي انا امارس باتيناج، انا امارس التزلج، فير يعني ده التجزئة، هنا تزلج على الجليد مذكر فبقول دي. الفو برضو هنا اسكي وهنا مذكر يبقى دي. تي ام جوي فولي، اخلي بالي انا عندي هنا فعلين، ام بياخد هنا ليه اداة المعرفة او، وعندي جوي بياخد او مشتقاتها، امشي على انهي فعل فيهم اخد اللي قبل النقط ده على طول، وهو ده اللي هيحدد لي النقط هيكون فيها ايه، يعني هنا جوي باخد او مشتقاتها، فولي مذكر يبقى هختار او، خلي بالك. نو براتيكو بينج بونج، خلاص عرفنا براتيكي ايمي دي تستي، كلها بياخد اداة المعرفة، هنا بينج بونج مذكر يبقى بقول لي. بور فير جيمناستيك جو في او جيمناز، انا عشان امارس رياضة الالعاب البدنية دي بروح صالة الالعاب، هنا مؤنث في اداة تجزئة بقول ديلا. الفو يلزمنا مايو دي بابور براتيكي لناتاسيو، يلزمنا طبعا هنا المايو بتاع السباحة عشان نمارس السباحة، طبعا هنا مايو كلمة مذكر مفرد مذكر طبعا هتاخد اه. انفي دي تينيس، احنا بنمارس التنس ليكو، طبعا هنا بنمارس التنس على ملعب التنس طبعا سير، ونحفظ سير لكور. جيفي على كمباني، انا بروح الريف براتيكي ليكيتاسيو عشان هنا امارس الفروسية، يبقى دي ما تنفعش او، طبعا هنا بور، وبور دايما بيجي وراها المصدر شي يعني عنده، ما تنفعش برضو شي بيجي وراها اسم شخص. الفي فير هو يريد فعل، طبعا بختار على اساس فير، وهنا بختار اداة تجزئة مذكر عشان صرف مذكر. اني في با عندي في نفي، خلي بالك في نفي باخد دي او دي ابوستروف، هنا كيتاسيو مبدا بحرف متحرك فباخد دي ابوستروف. تي في انت بتمارس، انا عايز هنا ده تجزئة مذكر لان كاراتيه مذكر. تي براتيك انت تمارس يعني تيجي وراها اداة المعرفة، رافتنج يبقى هنا لرافتنج. جيم فير انا عندي فعلين اشوف اللي قبل النقط مباشرة، فير بياخد وراء أداة التجزئة، بلانش أفوال هنا مؤنث بقول دي لا. صفحة 40 أليكس براتيك، براتيك يعني أدوات المعرفة، هنا بنفكرك بأدوات المعرفة، ليه للمذكر، لا مؤنث، الأبوستروف مفرد مبدوء بحرف متحرك، ليه الجمع،
خلي بالك هنا جود مذكر، يبقى بنقول لي مون جراند فرير في هنا بيمارس راندوني التنزه دي لا مؤنث. ماسر جو يعني او. هنا الفولي بول اي كلمة رياضة فيها بول يبقى مذكر، يبقى بنقول او. سيلين اي مارين يفو با جولة منفية، خلي بالك هنا يبقى بنختار هنا اداة التجزئة بتتحول لدي او دي ابوستروف، هنا تنيس مش مبدأ بحرف متحرك يبقى دي. ميزامي جو اند بول، خلي بالك عندك اند بول واليوجا والاوكي ذكرناها في الفيديو اللي فات، بياخدوا بيتعاملوا معاملة المذكر المبدوء بحرف ساكن، يعني هنا جو مع الاند بول مع جو بتاخد او، ما تاخد ليش الا بصرف الله يخليك. جي في انا انا جي في انا امارس يوجا، هي نفس الموضوع بس هنا مع فيرب فير هاخد اداة التجزئة المذكر دي مش دي الا بصرف، بتيجي في التكات في الامتحانات. اونيم فير قلنا باخد الفعل اللي قبل النقط على طول وبقيس عليه، فير هنا بيجي ورا اداة التجزئة رافتنج مذكر يعني دي. مون فرير ام جوي جوي او تنيس عشان تنيس مذكر. جي في انا امارس عايز اداة تجزئة مذكر عشان رجبي مذكر. بور فير عشان امارس ناتاسيو عايز اداة هنا تجزئة مؤنث يبقى دي لا. مون بير ام يحب، طبعا يحب هنا هياخد ادوات المعرفة، هنا بادمنتو تنس الريشة مذكر يعني لي. مون كوزا في هنا هو بيمارس، يبقى انا هنا عايز اداة تجزئة، خلي بالي اسكريم اللي هي المبارزة مبدوء بحرف متحرك يبقى دي الابوستروف، زيها اسكالات زيها اكيتاسيون. فوزالي جوي انتم هتلعبوا بينج بونج، هنا مذكر يبقى او بينج بونج. جادور براتيكي انا اعشق ممارسة هنا لباتيناج التزلج. اون في بنمارس شاس دالا فوري اللي هو الصيد في الغابة، عندك عند اداة تجزئة مؤنث يبقى دي لا. عشان كده احنا قلنا نحفظ المرة اللي فاتت ايه هي رياضات المؤنث وايه هي رياضات المذكر، لان الوحدة بتاعتنا كلها مبنية على الرياضات. في سؤالين في الامتحان بتاع اخر السنة بيجوا على الدرس الاول ده، خلي بالنا يا شباب نحفظ الرياضات دي من الاول. جيم فير باخد الفعل اللي قبل النقط، هنا لا كورس ابي اللي هو الجري على الاقدام مؤنث، يبقى انا هنا عاوز دلع حسبة كده بعملها في دماغي وبعدين اطلع الناتج على طول. تي في انت تمارس اداة تجزئة مؤنث دي لا. مون فرير ام براتيكي بيحب يمارس ليفيتي تي اداة معرفة اللي هي اختصار لكلمة ركوب الدراجات في الاماكن الوعرة. بور فير سبورت نوتيك يعني سبورت نوتيك اللي هي رياضات مائية زي السباحة. جي بريفير انا افضل، بريفير بنضمه لقائمة الافعال اللي بيجي وراها اداة معرفة اهي، زي ايمي ديتستي براتيكي زيهم بريفيري، يعني عايز هنا اداة المعرفة لو في بلانش افوال مؤنث يبقى لا. جي نيم با جوي جي نيم با جوي انا ما بحبش، هنا هنا النفي ما وقعش على جوي، وحتى لو وقع على جوي هنا بنقول لك فيرب جوي لا يتأثر بالنفي. لا يتأثر بالنفي ازاي؟ يعني هيجي بعده او مشتقاتها مش هياخد دي. هنا باسكت مذكر يبقى او. بنحل صفحة 41 برضو استكمالا لأسئلة القواعد. لو فوتبول سيجو بتلعب ب 11 جوير ب 11 لاعب. جي ديسيكليزم انا هنا بتدرب ديسيكليزم ولا جي في ولا امارس ولا جو، انا هختار على اساس اللي بعد النقط ده، في هنا اداة تجزئة يبقى فيرب فير.
لي بارو الوالدين او بينج بونج، يبقى هنا في او في فيرب جوي. طب الوالدين هنا ايل، يبقى جو ايل. انر شك متى، هما بيجروا. كور فيرب كورير. الي اسي كوبا يعني هنا جمع. براتيك ما تنفعش لان انا عندي هنا اداة تجزئة. فير تنفع لكن هنا فير مصرفة مع الفو. سميز هنا يتسلوا، مش هتيجي وراها اداة التجزئة وهي اصلا مع المفرد، يبقى هنا انا عندي فيرب فير مصرف مع ايل. تي كو انت بتتدرب امتى؟ تي تي انترين كو. فو دي لا ناتاسيون، انتم بتمارسوا السباحة. تي دي تينيس، تصريف فيرب فير مع تي يبقى في تي في. فو و بادمنتو، فو يعني ايه زاد. الجو هم يلعبوا بيتانك، اخلي بالي هنا بيتانك الكرات الحديدية مؤنث، قلنا كل الكرات كل الالعاب بتتلعب بكرة مذكر ما عدا الكرات الحديدية يبقى على بيتانك. جي في تصريف فيرب فير، هنا كيت سيرف مذكر يبقى تاخد دي. جي نيم با انا لا احب المصارعة. ليت اخلي بالك فيرب ايمي افعال التفضيل هنا لا تتأثر من نافي. يعني ايه؟ يعني انا هاخد اداة المعرفة زي ما هي. لا ليت هنا مؤنث المصارعة. ألن بارتسيب دي كورس، هو هنا ألم بيشارك في سباق العجل. طبعا بتاخد بعدها دي فيلو، أي سباق دي فيلو أو دي موتو أو دي أوتوموبيل، ما عدا سباق الجري على الأقدام بياخد قبله ليرك بي اي دي سبور. ليرك بي اي بيكون ايه؟ طبعا ان دي سبور واحد من الرياضات. ان براتيك لي بادمنتو احنا بنمارس تنس الريشة. ان فولا اي ان فيلي يعني هنا بنمارسو بي اي افيج كرة الريشة والتنس الريشة والشبكة. مون فوزا براتيك بيمارس سيكليزم. براتيك قلنا بيجي بعد اداة المعرفة يعني ليه. نو جو تينيس فيرب جوي، طيب هنا تينيس مذكر يبقى او. لي جين ان فير بختار اساس فير، هنا اداة تجزئة هاخد بوكس طبعا مؤنث يبقى ديلا. تيو نيكولا فو بيمارسو، طبعا عايز اداة تجزئة مذكر عشان فيلو مذكر يبقى دي. صفحة 42 لسواق في المساء. جي جو جي فيديو ألعاب الفيديو، يبقى هنا بناخد او عشان هي جمع. ماسير نيم با لا تحب، قلت لك هنا أفعال التفضيل ما بتتأثرش بالنفي يعني هختار لي عادي دي كاراتيه عشان مذكر. بوركواتي ني في با جملة منفية، يبقى هنا أداة التجزئة تتحول لدي. جي في انا امارس اداة تجزئة مذكر يبقى دي. لي غاسون هنا القفازات تكون من كوير اللي هي الجلد، ودي من منهج سنة تانية تخلي بالك. اي هنا مادة خام بتاخد قبلها او. ان كوتو او ان كوير. ان فلير من القطيفة. ان لين من الصوف. طيب هنا بنقول ميزامي بارتيسيب بكو، بيشاركوا بارتيسيب بكو دي كومبيتيسيون، لان هنا اخلي بالي بكو ده ظرف بيجي بعده دي او دي ابوستروف. لو فوتبول سيجو بتلعب بالقدم، طبعا هنا هناخد او بي ليه؟ لان هنا جو بيجي وراء او مشتقتها يبقى زائد لي، لان هنا بي مذكر يبقى هناخد او. البرت اي موا اوني نحن نكون، خلي بالك دي تكة مهمة بتيجي في الامتحان. اوني نحن معناها نكون. طب هنا في عندي هنا جامعة يعني نو، وهنا في او. طيب هنا بقول لك
ان الفيرب هيتصرف على اساس او يعني ايل، لكن الصفة هنا هتتبع الفاعل الاولاني بتاع الجملة اللي هو انه. البرت موا يعني هنا جمع مذكر، سبورتيف هنا جمع مؤنث مش هتنفع، سبورتيف هنا جمع مذكر هي دي اللي هتنفع، دي مفرد مذكر دي مفرد مؤنث، يعني هنا انا والبرت بنكون رياضيين. خلي بالك من الحته دي الله يبارك لك. اكتيفيتي فيتي هنا بنقول لك ايه الانشطه اللي بتمارسها انت. اكتيفيتي كلمه بتتكرر كتير معانا، بنقول هنا مفرد مؤنث لو جت طبعا هنا مؤنث، لكن هنا هي جمع مؤنث، اصل بتاعها طبعا مفرد مؤنث، يبقى هنا بقول لك كل اكتيفيتي بنفكرك بكل، ما هي الانشطه اللي بتمارسها. كل هنا بتسال عن جمع مؤنث، هنا مفرد مؤنث، هنا جمع مذكر، هنا مفرد مذكر، اوكي. طيب انتري ليجوير هنا بنقول من يدرب اللاعبين، كوا لا كوا بتبقى اخر جملة وتسأل عن غير عاقل، كي لا اين ولا كي، طبعا كي اللي هي من. فاكو من سي لانترينيمو هيبدأ التدريب، يبقى مش بنقول له ليه هيبدأ التدريب ولا ما، لا بنقول له كو يعني متى. فوا تي تي انترين بورسمان كومبيان دي فوا، كم عدد المرات اللي بتدربها في الاسبوع. فوفو انتريني بيا بنقول لهم من، مش زي من وهنا في فاعل الجمله لماذا ولا ما ولا كي، بنقول لهم ليه انتوا بتتدربوا كويس. ايه فوتر انترينير بنقول كومو، كومو يعني هنا بنقول كيف او صف، صف لنا المدرب بتاعك. لي جوار دو مترو لي بالون، هنا بنقول اللاعب يجب ان يضع الكره اين، اين المفروض ان هو يرمي الكره. تينو سبور بريفيري سي كوا، ايه هي رياضتك المفضله. سبور تي في طبعا هنا سبور الرياضات، طبعا هنا جمع مذكر يبقى بقول لك هنا كلا. تيمات بور فير دي لا ناتاسيون كيسك، ماذا ترتدي عشان تلعب الناتاسيون. جوار الياسير ليترا هنا ما اللاعبين اللي بيكونوا على الملعب ولا او، وما تنفعش ان انا عندي هنا المكان، من ما تنفعش ان انا عندي فاعل الجملة اصلا، يبقى بقول له هنا كومبيان دي جوار كم لاعب على الملعب. كومونس لانترينيمو يعني هنا بقول له هيبدأ التدريب، اكيلير الساعة كام. انا بزوا بور فير دي الاسكالاد نقول له هنا ماذا يلزمنا عشان نمارس الاسكالاد، يبقى ديكوا احنا محتاجين لايه. بنحل صفحة 43 من فرير في، هنا في فير يعني أداة تجزئة، ناتاسيون مؤنث يبقى ديلا. ليزي ليف التلاميذ أو باسكت بول، بحط عيني على اللي بعد النقط، هنا أو يعني جو. لا بوكس إيتان سبور، بوصف هنا سبور كلمة مذكر يبقى فيولا. تي ام جوي بتحب تلعب، جوي بياخد بعضه مشتقاتها مذكر فولي يبقى او. جي في سال دي جودو، انا هذهب لصالة الجودو، هنا على سال دي جودو عشان هنا فيرب اللي لما يجي بعده مكان بياخد مشتقاتها يبقى، وهنا صال مؤنث يبقى على. لإكيتاسيون سيكوا يعني معناها ايه. فاتي بور فير دي سبور بنقول له هنا او، هتروح فين عشان تمارس الرياضة. مون فرير في بيمارس، هنا فير يعني هاخد وراء أداة تجزئة، فيلو مذكر تبقى دي. مون فرير في دي لا بوكس، نو جوو بيتانك مؤنث يبقى الا. منافع على بيسين الأدور هي تعشق، يبقى هنا زائد مصدر، طالما في فعل هنا مصرف يجي التاني في المصدر، هي بتروح البيسين عشان هي بتعشق ايه طبعا الجري ولا لانسي تلقي الكرة، طبعا عشان هنا ناجي اللي هي تسبح.
تيجو اند، قلنا الاند بنعملها معاملة الكلمة المبدوءة بنختار قوم. منى اكيتاسيو مانتينا، هنا هي بتلعب لعبة الفروسية مانتينا، مانتينا خلي بالك يعني الان. طيب انا عندي هنا كل الافعال دي ينفع استخدمها عشان امارس الرياضة، لكن اخلي بالي الرياضة بتاعتي دي هنا مش بتتلعب بكرة، يعني فيرب جوي مش هينفع. اوكي طيب عندي فيرب فير، فير هنا بيستخدم مع جميع الالعاب. طيب هنا في فير برضو بس مش هينفع، ليه؟ لان ده هنا مستقبل، مستقبل فيرب عليهو زائد المصدر، هي بتقول هات مارس الفروسية، ما ينفعش مستقبل وانا عندي الان، يبقى هنا بختار رقم بي. بنحل صفحة 44 ودي خاصة بطلابنا في الأزهر. هنا طبعا سؤال الميل وسؤال الموضوع اللي هو كان مفروض يكون موجود قبل كده وبعد كده اتلغى من امتحان الثانوي العام 2021. طبعا هنا بنقول السؤال الأولاني سالي كل سبورتي فير، تبري فير، هنا بنجاوب هنا السؤال بالضبط، بيقول لك هنا ما هي رياضتك اللي بتفضلها، بقول له هنا جبري فير لتنس، بفضل التنس. او تي براتيك سبور، اين تمارس هذه الرياضة؟ بقول له جي براتيك سبور سير لي كور، بمارسها على ملعب التنس. هي افيك كي، مع من بتمارسها؟ بقول له جي لي براتيك افيك مي كوبا، بمارسها مع اصدقائي. الميل الثاني بنقول لك تيم كوراج كي ليكيب، بتشجع انهي فريق؟ بقول له جون كوراج ليكيب ناسيونال، انا بشجع الفريق القومي. طبعا احنا بنديلك هنا حلول تسترشد بيها، ممكن تكتب اي فريق انت بتشجعه. كيسكي لي جوير بورت، يعني بيرتادوا ايه اللاعبين؟ بنقول لي جوير بورت دي مايو، بيرتادوا اللي هي الملابس الرياضية. كي بون سيتي ودي لانترينير، يعني رأيك ايه في المدرب بتاعهم؟ بنقول هنا لانترينير ايه سامبا، يعني لطيف. كيسكي تي في كوم سبور، بتعمل ايه كرياضة؟ بتمارس ايه؟ بقوله جي في دي باسكت، ممكن دي تينيس، دي فوتبول. تي تي انترين كو، بتتدرب امتى؟ بقوله جان ترين دي فو بار سيمين. كيل تيني تي مات، ترتدي اي ملبس فيها زي الرياضة؟ بقوله جي مات ام مايول، هو زي الرياضي، ممكن دي باسكت برضو. لتنس كو، عرف لي التنس، بقوله لتنس تنس بور انديفيديال، هي رياضة فردية. و اونلي براتيكي، بنمارسها فين؟ بقول له اونلي براتيك سير لي كور دي كوا اون ابيزوا بور لي براتيكي، بنمارسها محتاجين ايه عشان نمارسها؟ بقول له بور لي براتيكي اون ابيزوا دي امبالي ان راكيت، بمارسها بالكره الصغيره والمضرب. عندي هنا موضوعين، طبعا اخترنا الموضوع الاولاني، بيقول لك هنا تكلم عن رياضه جماعيه زي الفوتبول او الرجبي وجاب لنا كلمات نستعين بيها. هنكتب الموضوع الاول ده، بنقول هنا موضوع استرشادي، طبعا انت بتستعين بكلمات الوحدة اللي احنا درسناها، ليك الحق انك تضيف اي كلمات. طبعا بقول هنا جي بريفير لفوتبول، نفضل الفوتبول. سي تان سبور كولكتيف، هي رياضة جماعية. سي سبور سي جو، بتتلعب افيك ان بالون، بالكرة الكبيرة. اونلي براتيك، بنمارسها سير لتراع الملعب. جي لي براتيك افيك مي كوبان، بمارسها مع اصدقائي. قول هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك يا شباب للفيديو، شيروا كتير عشان الكل يستفيد، وان شاء الله القاكم في الفيديو القادم لحل الامتحانين على الدرس. و اوروفار.